يمكن احنا كبرنامج على المكشوف يعني بخطنا العام نتابع هذه القصص، موضوع الخدمات بصوره عامه بكل جوانبها اللي تخص المواطن العراقي بكل مكان وباي يعني باي عمر كان، اذا كان يعني حتى موضوع المدارس وغيرها. فغير موضوع الخدمات، حضرتك اليوم ست نور شو محضره من ربما خريطه سير حتى اليوم يقتنع المواطن بترشيح حضرتك، وممكن يكون يعني فد برنامج يساعد الناس على تغيير حالهم يعني عدا موضوع الخدمات؟ والله صراحة أني برنامجي كمهندسة زراعية مبدئيا أحاول الحد من تجريف الأراضي الزراعية. نعم. هواي من الفلاحين بداوا يهاجرون بداوا يغادرون بسبب شحة المياه، صحيح، بسبب نسبة الأسمدة اللي تدخل لهم لأسباب أمنية احنا نعرف بيها. بس كبرنامج أني غير الصحة من غير التربية من غير التعليم كمهندسة زراعية أريد أدعم هالموضوع هذا، حتى مثلا من يصير دا يصير تجريف للأراضي الزراعية ونحولها قسم منها إلى استثمار، لازم نقنن هالموضوع بما يخص الأراضي الزراعية وتقنينها ضمن مشروع حتى أغلبية الناس ممكن تستفاد منه ويكون إلها سكن بيه. ممتاز. فعلا أزمة السكن يمكن من الأزمات الكبيرة اليوم اللي نواجهها في بغداد بسبب الضغط الكبير اللي موجود بالناس، الهجرة اللي تحدثتي أيضا يمكن واحدة من الأسباب، الناس تركت مزارعها وتركت أراضيها وأصبحت تبحث عن المجتمع المدني في بغداد. هذا الموضوع احنا اذا قدرنا نعالج السكن قدرنا نعالج البطالة طبعا ايضا بسبب ربما 11 مليون عراقي موجود في بغداد، فيعني ايضا خططكم بهذا الموضوع موضوع توفير فرص عمل، موضوع ربما معالجة البطالة بكل مستوياتها طبعا من الخريجين وحتى من حتى جزء كبار السن اللي ما عندهم شهادات، اصبحت مشكلة متفاقمة. نعم، بالنسبة للبطالة أنا كمرشحة عندي نعم. فد خطط أو أمور ضمن برنامجي أشجع القطاع الخاص بي، وأيضا هم نقننا من خلال البرلمان باعتباري أنا أصلا موظفة بمجلس النواب العراقي. أغلبية الشباب هسه من خلال جولاتي اللي يقول لي أريد تعيين واللي يقول لي أريد فشي، أنا أجابه أقول له إنه إحنا مو بس مشكلتنا بالتعيين، صحيح. إحنا بنى تحتية عندنا مدمرة داخل العراق، أمور يوقف بها العقل إذا تجي تشوف الناس شلون عايشة صراحة، يعني واحد يتحسف على بعض الشباب، يعني ذاك اليوم جاني مجموعة شباب ب23 صفنت عليهم من الطيبة عندهم والفقر، يعني حتى سألتهم من الفضول مالتي، يعني قلت لهم انتوا يمي بس اسألكم سؤال، انتوا ورا الستة شو تسوون؟ يعني حتى التليفون مثلا خطية ما يعرفون يستخدمون لوكيشن هاي الامور، يعني والله صدمة. بس انا كمرشحة ان شاء الله في بغداد؟ في بغداد؟ يعني؟ نعم في اطراف بغداد، انا مرشحة على بغداد في اطراف بغداد، يعني شغلات انصدمت بيها صراحة.